شو هي أهم توقعات الفلك لمواليد العذراء بشهر تشرين الثاني نوفمبر على الصعيد المهني؟ بتعاني بهالشهر وبتشوف انه معاناتك بتملي عليك استعمال السلاح المقاومة، بتجعلك مستعد للنضال وسحق العقبات يلي بتعترضك. ميركور ببرج القوس ابتداء من تاريخ 3 بيتناغم مع جوبيتر بالجوزاء وساتورن بالحوت لمعاكسة بعض المشاريع، بس الشمس ببرج العقرب بتعوض لك عن هالطالع السلبي بإشراق وقدرة على لجم الأعداء وصد مخططات وكشف بعض أوراق. بيترقى لألك أنه في فريق بيتعاون ليحاربك، ويمكن يسود سوء تفاهم مع بعض العاملين والشركاء. البعض بينكس بعهده وبيتغيب بدون عذر وبيتلطأ وراء بعض الأعذار والحجج غير المقبولة. يمكن أنت بانتظار عرض شيء بيتأخر أو بيكون معاكس لشيء كنت أنت متوقعه، تندم على تصرفات سابقة قمت فيها باتجاه يلي بيخون أو بيستسهل الغدر وبيفشي سر أنت حرصت على عدم نشره. بتحاذر كسر قلب بهالوقت وبتتعب. لحسن الحظ انه بلوتون بالجدي لتاريخ 19 بيعوض عن هالارباك يلي عم بيحوم حولك. طبعا فهمت انه هالشهر متناقض الملامح، بيدعيك للتصدي والمواجهة وبيسلحك بإرادة قوية وبيزودك ببعض الخبرات الماضية لحسن اتخاذ القرارات حاليا وعدم الوقوع بالخطأ مرة تانية. وإذا بلش الشهر مكفهر الوجه فاقد البسمة، تستعيد تفاؤلك بتاريخ 12، لأنه ساعتها بتمارس سلطة معنوية كبيرة بتغذيها الجاذبية يلي تتمتع فيها. بيكون فينوس ببرج الجدي مناسب جدا لإلك، بيتبدل المناخ نحو الأفضل أو بتشعر بدعم بعض الأصدقاء لإلك، بحالفك الحظ بشؤون مالية وبمجازفات كنت لهلأ متحفز عنها. حكمك على الأمور بيكون صائب وبتطمنك التطورات بالنص الثاني من الشهر حتى تبلش باستثمار واعد وتكسب الأرباح وتخطط لبرنامج جديد. هذا على الصعيد المهني، على الصعيد العاطفي فيديو آخر.